وعليكم السلام. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا اللي بنسألك على لفظ كلمة طالق بالثلاثة في مجلس واحد مع قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر، فطلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. والتأكيد عليها بكلمة نعم بالثلاثة، يعني في خصام بيني وبين جوزي. هذا الذي أخبره من أقوال العلماء أنه يعد واحدة. قال لي طالق بالثلاثة. يا أخت الكريمة دعني من الوسواس أجبتك. نعم. قلت لك حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول الله يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر،